أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد ذكر المبذرين والمسرفين في القرآن الكريم في عدة مواضع، فهل هناك بينهما فرق؟ المسرف في الإنفاق الذي ينفق أكثر من اللازم، يبدع في الحفلات الولائم، هذا الإسراف، ينفق أكثر من اللازم. وأما التبذير فهو يخرج المال في غير فائدة، يخرج المال ولو ما هو في لباس وشراب لا، يخرج المال بدون تقيد بالاعتدال. نعم، فيسرف في الإنفاق ويعطي أكثر من اللازم. نعم.